القضية رأس تحريرها الأستاذ حامد زيدان، فكتبت عزبة صفوت الشريف. استحملني مرة واثنين وثلاثة، في المرة الرابعة رفع سماعة التليفون لما يعرف بخطب الود، لم يكن يعادي أحد ولم يرفع قضية على أحد، ودي يمكن طبيعته القديمة اللي اتكلمنا عليها تخليه يحتمل. إذا كان احتمل ما هو أسوأ من ذلك فكيف لا يحتمل ما هو أقل. وقال لي أنا الحقيقة بستغرب جدا أنت بتهاجمني ليه، أنا سمعت في أعداداتك الخاصة أنك بتهاجمني. فقلت له أنا ما عنديش أعداد خاصة أولا، ولو عندي أعداد خاصة ليه أهاجمك وأنا ممكن أهاجمك علنا يعني. فضلت بينه وبينه ما صنع الحداد وما صنع النجار. حصل في أنه في حادث أديس أبابا لما تعرض الرئيس السادات الرئيس مبارك آسف الرئيس مبارك إلى محاولة الاغتيال الغريبة جدا في العاصمة الأثيوبية، حصل أنه بدأت الناس تخرج وتذبح ذبايح ومظاهرات وكل الناس بدأت تتكلم ومقالات وتهنئات ومولد جديد يعني. فاللي حصل أنه جاء وفد من اتحاد النسائي الكويتي ولقابل مبارك، واعتقد مبارك أنه ما فيش فيه صحفيات وأن هم ستات بس، فبدأ يشتم في الصحافة المصرية وبدأ يقول إن الصحافيين المصريين مرتشين وعملوهم بدفعوا لهم فلوس عشان تسيطروا عليهم وتسكتوا أقلامهم. فصحفية من الكويت قالت له يا فندم لا، لم يكن يعرف مبارك إنها عضو في الوفد. قالت له يا فندم الصحفيين المصريين دول شوامخ، هم أساتذتنا اللي علمونا، إحنا نعرفهم كويس جدا، هم دفعوا ثمن غالي جدا في الحرية. ونشرت الصحفية دي مقالها وتلخيص للقاء في صحيفة كويتية. التقط الصحيفة الأستاذ جمال بدوي رئيس تحرير جريدة الوفد في ذلك الوقت، وكتب مقالة بديعة جدا اسمها أصابت امرأة وأخطأ الرئيس. فإذا بالدنيا تقوم أول مرة وآخر مرة يرفع سماعة التليفون صفوت الشريف ويطلب مني شيئا. سألني قريت مقالة جمال بدوي؟ قلت له آه. قال لي يا رأيك فيها؟ قلت له تحفة حلوة جدا. قال لي يعني حلوة جدا؟ المقالة حلوة جدا يعني. قال لا احنا شايفينها مش حلوة جدا. قلت له انت حر يعني. فقال لي طيب احنا عايزينك ترد على جمال بدوي. قلت له انا ما عنديش حاجة ارد عليها لان المقالة فعلا كويسة جدا يعني، انما هروبا من الموقف. قلت له والله اذا حبيت حضرتك عندك تصريحات تحب تقولها انا ممكن انشرها. فقال انا فهمت بطريقته دي. وجات عملية ضرب جمال بدوي من خلال 4 من ضباط الحرس الجمهوري، ولو عرفنا مين الرئيس حرس الجمهوري في ذلك الوقت يمكن نقدر نعرف مين اللي حرض على ضرب جمال بدوي. تعرض جمال بدوي لعملية ضرب قاسية جدا واتكسرت نظارته وجرت إهانته، باعتبار يعني أنه إزاي الضباط يعني ما يضربوهوش لأنه كانوا شايفين إزاي الرئيس يوصف جنب امرأة، وإزاي في ست تبقى شاطرة والرئيس مش شاطر، ست أصابت والرئيس أخطأ يعني. فنشر جمال بدوي القصة اللي أنا قلت أنني رفضت أن أنشرها، رفضت أن أرد عليه أو أن أهاجمه، بالعكس لقد أشدت به ومدحته. جت بعد كده مشكلة كبيرة جدا بيني وبين صفوت الشريف، كانت مسار قلب الدنيا كلها، قلبت مصر كلها، اللي هي قصة فضيحة على النيل. فضيحة على النيل كانت قصة معروفة ومش عايزة أكررها. وكان وحيد حامد جنب صفوت الشريف، هو بيكلمني على التليفون وقال لي إذا أنت شايف أنه أنك هتأثر في مين يجي في اتحاد إذاعة والتلفزيون ومين ما يجيش، أنا هقول لك أنا صاحب القرار في الموضوع ده. فقلت له يا سيادة الوزير أنا صاحب رأي ولست صاحب قرار، ولو صاحب قرار يبقى ما يهمنيش، يبقى يهمني الأكبر من الأطراف اللي موجودة في الفضيحة. ففهم الرسالة وكان مهذبا جدا يعني، لأنه أول ما يبدأ يبقى شرس ويجد اللي قدامه بيرد وصد يتحول إلى شخص وديع بشكل أو بآخر. لو هاجمت جمال الشاذلي هيرد عليك في نفس اللحظة لأنه أقرب للقوة البدنية العنيفة جدا وشخص سريع جدا. لو هاجمت صفوت الشريف هيستنى عليك تماما، بالعكس هيكلمك ويبقى لطيف جدا وودود جدا إلى أن تنسى الخلاف اللي بينك وبينه، ثم يأتي فيما بعد ويسلط عليك أو يكري عليك كما يقول الناس في مصر، لأنه صفوت الشريف الانتقام عنده طبق يؤكل باردا. صفوت الشريف كان هي الوسادة التي أنام عليها النظام، المخدة، وكان هو الناقل
للسلطة، وكان هو المعلم للوريث، وكان هو المؤهل لكل ما هو قادم. وبالتالي أنا رؤيتي ليه بأنه زي الحاجة الناعمة اللي انت تحط ايدك عليها بدون ما تحس انك انت هتتقرصي. وما كانش يعلن عن غضبه أبدا. هذا الرجل هو السياسي الأول في مصر. كونه جنت سياسته أو مواهبه لخدمة المخابرات المصرية في استخدام السيدات اللي هي الكنترول مواهب سياسة، كونه انه جند مواهبه في الوسادة الخالية أو الوسادة الحانية للسلطة الماضية لنقلها بطريقة محددة إلى الابن أو غيره سياسي. يعني خلينا نعترف انه سياسي من الطراز الأول، لا يصطدم، يمتص الغضب، يتعامل من تحت الكراسي، يلدع اللدعة اللي تموت بهدوء.